الله يهمك ليش دفع مصروف؟ الله يهمهم يا رب، الله ينتقم منهم يا الله، الله ينتقم منهم يا الله. ما أصعب أن ترى بيت العمر ركاما، وما أقسى أن تهدمه بيديك. لحظات قاسية وساعات موجعة عاشتها عائلة أبو رموز وهي تحيل منزلها إلى ركام مجبول بعرق أبنائها تحت سيف عدم الترخيص المسلط على رقاب المقدسيين. هذا طفل 10 أيام عمره، طلعوه من داره، زتوه بالشارع. هذا هو الاحتلال وصنع الاحتلال. الاحتلال ما بده الطفل المقدسي إنه يعيش، بده يقتل الشباب المقدسيين والأطفال المقدسيين لأنهم ولدوا في أرض الرباط وأرض الجهاد. وإن شاء الله إحنا قاعدين هون مستمرين في أرضنا. هدوا الدار بنبني 10 بدالها بإذن الله، وإن شاء الله ما بطلعنا من دورنا إلا الموت. إحنا موجودين هون مهما عملتوا، مهما سويتوا، مهما هجرتوا، مهما ضربتوا، مهما استشهدوا، مهما شو بصير معنا، الحمد لله إحنا موجودين، موجودين وما فيش إلنا محل نروح فيه غير القدس، الرباط ليوم الدين إن شاء الله. 10 أفراد سكنوا هذا البيت منذ 1.5 عام بمساحة لا تتجاوز 100 متر في حي رأس العمود بسلوان جنوب الأقصى، يتجرعون اليوم مرارة التشريد والقلق على أطفالهم الذين باتوا بلا مأوى، أصغره رضيع بأيامه العشرة. قاعدين يعني احنا بنهدم دارنا بايدنا، يعني الحمد لله احنا عندنا عزوة نهد مع بعض، يعني ولا يجوا اليهود يهدولنا. الحمد لله على كل شيء. هلا احنا عفشنا بالشارع، مش عارفين وين نروح بالضبط، يعني الوضع حالة سيئة، يعني قهر، ذل، مش عارف شو بدي اعمل، اهد بايدي ما اهدش بايدي. بالآخر اضطريت لما شفت 120-150 جندي وهددوني إنهم يخلفوني 100,000 شيكل، اضطريت إني ما فيش حل تاني، لازم أهد بإيدي وإلا. صدحت الحناجر بالهتاف للقدس، العشرات من الأقارب والأصدقاء هرعوا للمساعدة. كان من المفترض أن يأتوا مهنئين بقدوم إبراهيم المولود الجديد للعائلة، لكن الاحتلال حرمها هذه الفرحة. ما ذنب الرضيع إبراهيم الذي لم يتجاوز 10 أيام من عمرها أن يصبح بين ليلة وضحاها بلا مأوى، وعائلته تتجرع مرارة هدم منزلها وتدفن تحته ذكرياتها وتفاصيل حياة. ليالي عيد، مدينة القدس.